عايزين تحية كبيرة لإبراهيم. ده من المجتهدين اللي بيحضر كل مرة فحافظ الترتيب. الله ينور عليك. أنا في لحظة بحس إن إحنا فعلا في ندوة، فاهم؟ الناس بتتناقش ورا في، فاهم؟ بيقولوا كل واحد بيقول رأيه في حاجة. يا جماعة في تصويت هيحصل عادي. لا مش دلوقتي، بس كل واحد بيقول رأيه دلوقتي. فبقول لهم اللي عنده سؤال يا جماعة يرفع ايده. تحية كبيرة يا جماعة لإبراهيم. دلوقتي يا جماعة معادنا مع الكوميديان الرابع، الكوميديانة الرابعة. البنات بقى ايه يعني؟ انا قلت لها في فيمينيست هيحضروا هتكسبي. دلوقتي يا جماعة عايزين تحية كبيرة قوي 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 للكوميديانة حنان اللحام. يا حنان مساء الخير، مساء الشهرة، كيفكم؟ أنا محضرة كنت شي، بس يعني هو شيء عن العيلة، بس ما توقعت بنت اختي تجي. لا سكري لها أدنيها بدنام بالبيت. اوكي كيفكم؟ انا من وين؟ مبين من وين يمكن ما حرقتوا اختي انك. انا قصدي انه انا محضرة، يقولوا لي انت من سوريا. قال له منين من سوريا؟ يقولوا لي من حلب، من كذا، دغري من الشام. طب من وين؟ من الشام. من وين؟ من الشام. هون السؤال. لا من وين؟ من الشام. لا ساروجة. تعرفوا الشوام عندهم؟ هلا حلي لك الشوام. سبحان الله عندهم قناع. يعني اذا بتفوت على تلفيف الشامي وبتتفرج هيك، بتلاقي انه هو عنده بعقله هيك مكانين ثلثين، يعني هضبطين، واحدة للشوام الأسكي الفهمة الحلوين أحسن شيء بالحياة، وواحدة للعالم اللي هي من باقي المحافظات، من باقي المدن، من باقي أستراليا، من كل العالم. فهنا عندهم شام وبرا الشام، يعني من لبنان ولا من أستراليا نفس الشيء. طبعا هو برا الشام، برا السور. تمام. أنا من جوات السور بس يعني مشان ما أخذ. أنا بدي أحكيكم قصة واحد نمر، طبعا شامي. شامي نمر. مروة ما بتعرف القصة. أوكي. هي اليوم بتنام عندي مشان أنا ألجمها. مهم هذا النمر الشامي، طبعا على رأي باقي أهل الشام عنده قناعات معينة. بس بدي أسألكم سؤال، عمر وينه عمر؟ أنا ما عندي شايفتك بس أوكي. أنا عمر مشكورا ولأني ماني شايفته، هو اللي بلاني وقال لي اشتركي بالستاند اب كوميدي. ظهر القمر. اوكي هو اللي اقنعني اشترك، بس انا ما كنت عارفاني عن شو هو بده يحكي. يعني انا بتوقع حالي انا الوحيده الرزيله هون، بس ما توقعت بصراحه. بس انا بريئه اكثر منك يا عمر. انا بدي اسالكم عن يعني ما بعد عمليه يعني الولاده. انا سؤالي عن الولاده. مين فيكم كان عمره تحت الست سنين لما عرف عملية الولادة كيف بتتم؟ الولادة الطبيعية. أنا عم بحكي سؤال بريء على فكرة هلأ. الولادة الطبيعية بتعرف كيف بتصير قبل الست سنين كان عمره؟ مين كان تحت الست سنين؟ أنا. إدي كان عمره؟ 4 سنين. ما كسرت رقم. ما كسرت رقم. لا أنت مش نمر، أنت مالك نمر. طيب. أهل الشام خاصة الإدمة، إذا نرجع بالزمن لورا، عورة المرأة معروفة بقى، ما حكتي الحجادل فيها. بيقولك جسم المرأة كامل ما عدا الوجه والكفين، أصل لك أطراف الأصابع يعني ما عليش. المهم أنه جسم المرأة عورة، تمام؟ طيب ما حنفوت كتير بالحديث. في ناس بتقلك صوت المرأة عورة، أوكي يعني أنا ما حقدر قبل الحديث الأخير آراء. بس دشوان بيقولولك أنه المرأة لها 3 عورات، مرئية الجسد، مسموعة الصوت، منقولة الاسم. يعني شو اسمك انت؟
شو اسمي؟ جاوب الصح. يعني انا مثلا اسمي مروه، لا عوره. يعني هلا انتم ثلاثه انتم هون معروف اسمكم وعم يطلع صوتكم وانتم مرجومين. يعني اذا كنتوا بالشام بيرجموكم بالعفوا بالشحاحيط والجزمات ولا مرجومين حصرا. نرجع بالزمن لورا لعند حسان النمر. حسان كان عمره 3 سنين وهو شخص لا يؤمن بالحديث المنقول. يعني اذا قلت له مثلا انه هذا اسمه محمد بيلي لا، بده يفتح الباسبور تبعه ويتاكد انه هو محمد. اذا حدا قال له 1+1=2 ما بيصدق، ليجيب واحد يحط جنبه واحد يطلع عليه هون يعدهم لاقيهم 2. طيب بيوم من الايام كان في مره عم شو بيقولوا له بالعربي، عم تحتضر، لا ما عم تحتضر، عم تتمخض. يعني جاء اهل مخاض، يعني اي عم تتمخ، عم تتخمض، عم تتمخض الى اخره. يعني عم يجي الطلق. يعني هي الولاده 3 مراحل. المرحله الاولى عمليه المخاض، المرحله الثانيه عمليه الدفع والولاده، هاي الفوكسولي عليها الدفع والولاده. المرحله الثالثه بعد ما تولد بيضبوا، شو فتحوا، بيضبوا الوسخ وكذا وبيكبوا وبيمشوا، يعني بياخذوا الاجره وبيمشوا. فحسان النمر يعني سال امه وجاوبته جواب يمكن مثل ما جاوبتني امي. انا كان عمري 10 سنين لما عرفت كيف بتتم الولاده الطبيعيه. كان عمري 10 سنين عم تسالني اختي بتعرفي كيف بيجي الولد؟ طبعا هي كانت من ساعتين سالي بابا فعلمها شلون بيجي الولد. قلت لها بتعرفي شلون بيجي الولد؟ انا طبعا بعرف، بيطلعوه بيجيبوا المفتاح وبيفتحوا السره وبيطلعوا الولد وبيقفلوا السره وبيرجع. قالت لي لا ما بتعرف، الولد ما بيطلع، الولد بينزل. شلون بينزل؟ قلت لها يمكن يعني هنن، قلت له يمكن انا اللي عم اقول لك عليه بتتسطح المره بيطلعوا، انت عم تقولي فجزء بقلبوها للمره هيك بيكون في تخت مدور من تحت في دائره بينزل الولد. لا لا انا بحكي عن غير شيء. رحنا سالنا ماما وبابا شلون بيجي الولد. طبعا بابا انفجرت اساريره انه حديث حلو انترستينج. ماما انه بلاها هالسيره هلا، عرفان حالها شو عامله. شرحوا لنا شلون بيجي الولد. فسالني بابا قال لي مين قال لك مفتاح وسره وهي؟ قلت له ماما. قال لي طب وين المفتاح؟ انا طبعا انا ذكيه قلت له المفتاح بصدر المراه. قال لي مين قال لك بصدر المراه؟ قلت له كل النسوان بتطلع مفتاح من صدرها، هذا مفتاح السره. قال لي لا الولد بينزل ما بيطلع. نرجع على حسان النمر. حسان فات باحدى الحارات الشاميه بسنه 44 بده يحضر ولاده مراه عمرها 3 سنين. يعني انمر منك ارجل منك 4 سنين وعم يحضر ولادة أخوه، عم يحضر ولادة مرأة غريبة عنه، سمع صوته وهي عم تولول، شاف بس ما عرف اسمه. فات الولد وإذ تعرف شو يعني داي؟ داي أو قابلة قانونية، ولادة اللي امزكي امزكي ثم إنه هي يعني بهذاك الوقت كانت تولد الولد ويعني قانونية مصرح له. بيفوت على الغرفة طبعا بعد ولوي ولي يبعث لك حمد لك تعال هون مدري شو. ما تلقى الداية طلع وليك بعث لك حمد اشتكك بين النسوان طلع من هون دا اعرف اشتغل بدي شوف اشدك تشوف اشدك تشوف وليك طلع من هون مرة متجوزة. مع احترامنا لكل الحلبية بس قصة شوي. حضر الولادة وطلع حسنان النمر لعند امه وقال له من هون من هون من هون من طيبة قلبك ليش شو عملت لك؟ طبعا بلشت بقى البلوين نسواني بعت لك حما شلون بتعرف بس ما بعرف اسمه. ما في مشكلة اوكي. بيكبر حسان النمر بس ما خلصت. بيكبر حسان النمر وبيقرر يكمل نص دينه. طبعا كل الشباب بتقرر تكمل نص دينه، سواء هي بتصوم وبتصلي وبتآمن بالله ولا لا، بس نص الدين لازم يتكمل. يعني بكفي لا بيصوم وبيصلي كمان ما يتجوز، يعني درجة كفار لازم يتجوز. مين ده يتجوز؟ نروح على بيت العروس. ميت السلامة ميت السلامة أهلا وسهلا. هاي الصراع بين الشوام والحلبية، مع احترامي لكل الشوام مع احترامي لكل الحلبية. مين هون حلبي؟ هي مرت النمر الحلبية، هي مرت النمر اللي عرفت تضبط النمر. تزوج النمر طبعا كان كتير رومانسي، هو بجيب 4 أولاد ما شاء الله. الولد الأول لأنه رومانسي النمر بسميه بوسينة، جميل بوسينة كلياتنا بنعرف. تاني ليلى، مجنون ليلى. الثالث
زهير بن أبي سلمى. طب الرابع حسام. ليه؟ مشان أصفي راس كل حدا ما بسمع الكلمة. يعني البنات رومانسيين بس الشباب. طيب بعد 20 سنة من زواج أنا ما سمعت، أنا ما حكيت شيء. بعد 20 سنة من زواج الحب بيصير للأسف الطلاق. طب ليش؟ أعطوا حالكم فرصة، صلنا 20 سنة عم نعطي حالنا فرصة. 20 ضرب 365 زائد 4، لأنه في 4 أيام خمسة بيطلعوا 7304 فرصة عم نعطيهم لحالنا. اتطلق النمر وبعد 8 سنين اتطلق الله تيست. بعد 8 سنين هون النمر، بعد 8 سنين بيخطب حدا صبية يعني أصغر منه بعشرين سنة. طبعا لحس لعقلة، بتعرف يعني لحس لعقلة؟ ما بتعرف المصطلح سوري؟ أكل بعقلة حلاوة. لحس لعقلة يعني برطلة، يعني ضحك عليها. يعني هلأ بس أشرح لك، صح أشرح لك القصة. بروح أول يوم ليخطب ما عنده غير بنت واحدة دونجوان. تعرف دونجوان ما يعني لا لا دونجوان يعني شبك حلاوة، ممكن يكون عمره 50-40 بس حلاوة، يعني إنه بيبرق الناس تطلع عليه يعني كده دونجوان. المهم موز موز عادي موز شو لا مش هيك لما كان دادي ما كان. أول مرة أول ما بيروح بيخطب عنده كلاب، لا عندي بنت واحدة كبيرة بتتزوج هلا عم تزوج معي حلو كتير. تاني يوم تاني لقاء والله بيشوف ابني. مين ابنك؟ ما عندك بنت واحدة؟ لا هن ولد وبنت، انتو سألتوني على البنات ما سألتوني عن الشباب. اوكي. تالت يوم يوم التنين والله بيشوف بنتي الثالثة. ليش عندك 3 أولاد؟ هن بس 3 أولاد. لحظة، اول مرة اجيت كان يوم سبت كان عندك ولد، تاني يوم الاحد، تنين ثلاثة، لا في 6 أيام لا يخلص الاسبوع عندك 7 أولاد؟ لا هن بس 4. بيحصل الزواج. بعدين طبعا بتعرفوا كل الرجال الشوام بس يكبروا بيصيروا مرضيين. بيجيب 5 أولاد. اول ولد بيجي، اول بنت بتجي شقراء شعرها املاس، هي مسميها على اسم الوالده لانها جميله. الولد الثاني كمان اشقر شعره املاس، بيسمى على اسم الوالد، هي العادات الشاميه لازم على اسم الوالد. الولد الثالث يعني هذا صاير بيقولوا له جاي 47 صبغي يعني منغولي او طفره او هيك. هذا قلنا يعني شعر مو هيك حنطي مو ابيض وشعره يلا بنسميها اسم عمته، عمته داعيه. هذا هي ما ضروري تطلع شيء يعني، هي خلص اسمها حنان وتطلع داعيه لعمته، ما بيلزم الجمال مو ضروري، تطلع داعيه الى الله وسراجا منيرا. الولد الرابع اهم شيء الاخلاق. بجي الولد الرابع طبعا كمان نفس القصه، ابيض واشعره وابيض اشعره وشعره ملس. بس الفكرة انه 88 89 90 91 المواليد، يعني لما وصية من ترينديول ولا علي بابا ما بتجي هيك. وجاية بنت صبي. يعني تزبط معك ما بتزبط معك. يعني هلأ اليوم عم يعملوا تريندات انه ولد ولا بنت ولا كذا، ما بتزبط معه. نيشن مزبوط كان النمر نيشن. الولد الاخير طبعا لانه هو عامل ما شاء الله حجز بده يسمع اسماء العيله، الام والاخت والاب والكذا. فاجى الولد الاخير بتقول له زوجته لا لهونه بس لا بتسمي لي لا من عيلتك ولا من الكره الارضيه كلها، بيقول له خلاص رح سميها قمر. عندنا 5 أولاد. الاول مدلل لانه اول بنت، الثاني مدلل لانه اول صبي، الخامس مدلل لانه اخر ولد وبنت، والثاني مدلل ويبقى أبو الحن وحيدا. شكرا. يا حنان.